فينتبه المسلم. لكن عندما تقرن هذه الأشياء مع الشرك فمعنى أن هذه الأمور خطيرة، كما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، القتل النفس بغير حق كبيرة من الكبائر، وجاء الوعيد في من قتل نفس بغير حق، وأيضا جاء فيما ولا يزنون أيضا الزنا لأنه متعلق بالأعراض. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الشرك جاء في أبواب كثيرة وقرن بكبائر، ومع ذلك تفرد الشرك بأنه لا يغفر لصاحبه، فينتبه المسلم. لكن عندما تقرن هذه الأشياء مع الشرك فمعنى أن هذه الأمور خطيرة، كما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس، القتل النفس بغير حق كبيرة من الكبائر، وجاء الوعيد في من قتل نفس بغير حق، وأيضا جاء فيما ولا يزنون أيضا الزنا لأنه متعلق بالأعراض. فجاءت هذه الآية أيضا تبين في هذا الباب ما يتعلق وما قرن مع الشرك لخطره أيضا، ولكنه مختلف. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.